انا كنت بدات ان الكابتن عبد العزيز اختارني قبل البطوله، قال ان انا هطلع. تعديت قبل البطوله بشهر، كنت الصبح اروح من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 12، وبالليل من الساعه 7 لغايه الساعه 10. كنت بتعملي ايه فيه؟ كنت دايما بقلل من اكلي علشان اقدر يكون عندي حركه في الميه اكتر، وكنت بمارس النشاط ده يعني اكتر من 4 ساعات في اليوم. حتى في الشتاء كنت بمارسه، وبعديها طلعت الغردقه اتنفست على محافظات، كم محافظه معاكي؟ على 3 محافظات. فزت الاول مرتين، كان واحده نازله معايا من النادي، واحده من سوهاج، وواحده من الغردقه، والحمد لله جبت الاول. و قوي ان اخدت مركز اول، وناوي اكمل في السباحه لغايه ما اكبر، ومفيش حاجه تقدر تمنعني، وهاخد ميداليات ان شاء الله كتيره وشهادات. انا مارست كذا هوايه، منهم الكاراتيه والباليه والسباحه والتنس وحاجات كتير. الكاراتيه وصلت لغايه الحزام البني، والباليه وكل الحاجات دي، بس لقيت نفسي يعني احسن، حبيت السباحه اكتر، حبيت كل المجال ده عشان السباحه.